السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب يا رب اطمن عليكم بالخير، يا رب يحفظكم جميعا. النهاردة ان شاء الله هعمل دي لسان عصفور حروف بالخضروات، صحيا وجميل ولذيذ وطعمه تحفة بجد، وفوق ده كل ان هو مفيد. يلا بينا نشوف بقى الطريقة مع بعض ونعمله سوا. حط الحلة على النار، ايه، هنزل بمكعب الزبدة موطية عليها علشان بس ما تتحرقش. بفضل بقى اقلبها كده عشان بس ما تتحرقش. تمام، واول حاجه بقى هنزل بيها الفراخ. وعلي العين بجد بجد، يعني دي اكله فيها يعني الحاجات اللي هحطها فيها خضروات وكده هتبقى مغذيه فعلا ومفيده، وجبه رئيسيه جميله ومفيده. وهي بقى الفراخ بشوحها كده على النار، هنزل عليها بايه؟ 7 بهارات، ولو عندك برضو بهارات الفراخ ممكن تحطيها. احط رشة كركم، ورشة جنزبيل، شوية ملح، بس هي نزلت مية اهي شوية بسيطة كده اهو، هفضل اقلبها لحد ما تشرب المية دي وتتشوح معايا كويس. كل ما تنزل ميتها بسيبها لحد عشان تبقى مستويه تشرب ميتها، بعد كده اللي بتنزلها تبقى مستويه حلوه قوي، تبقى ضامنه ان هي مستويه كويس. تمام، تشرب ميتها وتشوح وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. هي شربت ميتها خالص اهي ولونها اتغير، بنزل عليها بقى ايه؟ فلفل الوان وبصل وثوم. ما
الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، ريحه جميله. تلاقيش القعر ده بيطلع، لان انت هتحط ميه. نقعد بقلب بقى كده. هنزل شوية جزر، هقلب بعد اقلب كده لحد ما هي تتشوح خالص. هنزل بقى بالفاصوليا، دي فاصوليا مجمدة. بصوا التوابل كلها هنا في القعر اهي. طب تقلق وادي لسان عصفور الحروف اللي انا جايباها، ممكن تحط لسان عصفور عادي. وممكن تحطي رز. احطه كله بقى خلاص. بص بقى القعر اهو، بصي طلع ازاي. هي كانت التوابل لزقت، عشان انا ما بحطش زيت، بحب احط زبده. وبرضه اللي يعجبك ممكن تحطي اي ماده دهنيه اللي تريحك انت. تمام، بس انا حسيت بقى ايه ان لسان العصفور اهو ابتدى يلزق يتشوح. هنزل عليه بقى ايه بالميه. بص الميه لحد فين، محطش ميه كتير عشان يبقى مفلفل لغاية العلامة الأكل اهو، لغاية علامة الرز أو لسان العصفور اللي انتي بتعمليه. هو حلو اوي كده. هعمل انا ايه بقى؟ هولع العين الصغيرة واحط الشياط عليها. وقبل ما ايه يغلي ده راح احط الحل عليها زي الرز. تمام،
بصي هنا غليو ميه ماشي، حطي عليه تمام اهو، وغطيها زي الرز تمام، وحطها على ايه الشياطه اللي هي الصغننه، وعشر دقايق واقلبه، وعشر دقايق تاني واطفي عليه. فاتت العشر دقايق اهو، هبقلبه بقى كده، نجيب ايه اللي تحت فوق الفوق تحت زي الرز المفلفل ماشي يا جماعه، معلش انا مزعجه بعمل صوت عاليه، هغطيه تاني واسيبه على العين 10 دقايق كمان. 10 دقايق تانيين خلصوا، طفيت عليه، بسم الله ما شاء الله. فلفل وجميل، اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في فيديو جديد ان شاء الله.